ملام كيف طلابين خران والماك الخيب المحسوكات البحر ميدان هار ميدان ولام كيف طلابين خران كيف درس نتم بالحيوان لا الحد ولام كيف طلابين خران كيف درس نتم بالحيوان لجبت المدافع والصكات ما تخلع همان الله كان هو من ذاك اكثر ديقات واخبر في المحصر والقزيان ومتن عين في وجه القديات وعينهم ما مزاد متان ما تسمع فيهم يمينات ولا تسمع فيهم جمع ايمان بهم خوف الواحد بالذات بالطبع اللي داير الرحمن لا يعد تخصص لقنات خوف الورد اعلي اشيان ذوك اولاد القلاليات معروفين في يوم الكتان يوم الحرب يوم الصولات زواق ولاهم في التهدان يوم الوندي القرارات بلد ما لحقوا انسان لمنع في ايام الحسرات معروفين في وجه الحسران وخيرت بسنده للردات اطفال العرف اطفال الشان ذوك اولاد الرمضانيات الكرمة في ايام حنان يوم المعطى تو الشدات تبني منهم حلوا زمان ومرجلهم في ايام الفتنات يوم التوجيه فينا حسان ومسى علمهم في ايام اخرات كود الحكم على اطفال الشان واللي قاع ظروف الديقات ما يليان معني متان وكولاد البرهوميات عراضين القف والاثمان يوم الحرب الى كان جبات ساقتهم تجعل ذا دكان اطفال الكرم بلا سمعات خلع عنك دي اللسان وكولاد الرمضانيات عراضين القف والاثمان عمايم الاركاب في ذلفات وعمايم الاقليم في لوطان كالتالي نعدوهم لجات وقلاعين طبول الفرقان واشفقات اطفال الشعات عراضين اثمان القران يوم الحرب الى كان جبات ساقتهم تجعل ذا دكان اطفال الكرم بلا تنعات خلع عنك لسان الكرم بقدو فتشفقات ما ساقه ولاج حدان وذوك ذراري يوسف وذراري يوسف قوم الرقبات اطفال المعنى والتفنان قوم الخبر في الفقهيات والساخه في ايام قنان وقوم البسطه والعطيات كعامل وجوه الدخان في الحرب الى اخر قشلات ومباح الخارق من رنان منهم ما تجبر ذي وركات مان الله ومان الله كانوا ذراري يعقوب الفتات ليانين اللي ما يليان الاطفال اللي ما قط سعات مساحك وردوا انسان والاطفال اللي ما قط عيات فضل الكسب وقصر يتحان وذراري يبني ويوك ذراري يبني لقنات زعمتنا كان الشر متان تو تراتي من الفرقاعات وصبت مشكي طردان ولا فيهم واحد ما افتات وكريم ومخبر فزوان وتلك الظلمة ما قد طبات عن شي يسكر به لزوان أخطار وسداد وروات وهل العلم ولا يتظنان منهم قاعد مختار لفات علمه فاق في الوطان وفي الولاية والبركات تدعي ذراري حسان لكن توما يا خيار الناس يا اطفال المعنى والتشهار سقناين اشعار تماس واشعار نيامه.